ودلوقتي حبيبي رجعت البيت وارتحت شوية، تعبانة جدا، عندي هبوط بطريقة مش حلوة وضغطي واطي خالص، ف ادعولي بقى اروق من اللي انا فيه. بصوا دلوقتي بقى هنعمل الغدا، حطيت كده طاسة على النار وحطيت فيها معلقتين كده من الزيت، حاجة بسيطة، وسبتهم يسخنوا. وهعمل النهاردة ايه غدا؟ هعمل رز بالجمبري، هعمله ومش هاكله منه، مش هاكل منه، ينفع كده؟ معلش نفسي ليه خالص. بصوا سيبته يسخن كده، هنزل هدي صدمة كده للجمبري. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. دلوقتي بقى انا مقلبتوش خالص اهو، دلوقتي هنزل عليه بالمعلقة من الثوم، بسم الله، ومعلقة كبيرة من الكمون. الجمبري اللي عندي جمبري صغير زي ما انتوا شايفين كده، اي نوع من انواع الاسماك بتحب الكمون، تمام؟ فاهو هنزل كده و رشة من فلفل اسود. طبعا الجمبري ده انا غسلته بالليمون وبالمية والملح، تمام، عشان ما يبقاش فيه ريحة زفارة. رشة اهو من فلفل اسود، ومش هقلبه بالمعلقة، تمام، هقلبه بالصينية نفسها علشان ما يتهريش مني. وبعد ما اديته صدمه وطيت على النار، وطبعا ما ننساش الملح. وهحط له 10 ليمون، تمام، علشان ما يبقاش في ريحة زفارة خالص. هو انا غسلته كويس، بس ايه برضه تاني عصرة نص ليمونة بسيطة كده اهو. وده شكل الجمبري بعد ما اتشوح اهو زي ما انتم شايفين. الجمبري اللي معانا ده حجمه صغير اهو. بصوا معلش بقى الكاميرا فصلت وانا بشوح احط الجمبري. عملت بقى الرز الصيادية، بصوا عملت الرز الصيادية زي ما انتم شايفين كده. حمرت بصلاية، معلش الفلاش فصل عشان الموبايل عايز يتشحن. حمرت بصلاية وخليتها لونها ذهبي، انا ما بحبش البصل بتاع الصيادية لونه يغمق، كل واحد وذوقه، تمام. وبعد كده طشيت البصل بالمية المغلية، وبعد كده نزلت عليها الرز زي ما انتم شايفين كده. بما ان خلاص كده هو اتشرب، فاضله دقيقتين او تلات او 5 دقايق كده يعني، وانزل الرز، تمام. بما ان الجمبري حجمه صغير ومش يعني مش مستحمل خالص السوى، يعني هو يعتبر دايب، فيا دوب هحطه كده بعد ما الرز اتشرب، هحطه على الرز من فوق علشان بس ياخد اخر سوى ليه، تمام. ومش هينفع نقلبه علشان الجمبري ما يتقلبش السبب، لانه هو ما فيهوش روح للتقليب، لانه بيستوي بسرعة ولحمه خفيف كده، فبالتالي ما ينفعش ايه تقلبيه كتير وكده. بصوا بقى انا حطيت الجمبري كده زي ما انتم شايفين على الوش، على وش الرز، وهسيبه بقى ياخد السهوة بتاعت التسوية بتاعت الرز، وكده هيبقى الرز بالجمبري استوى وتمام التمام. هيستووا مع بعض. زي ما قلنا ما نقلبش الجمبري، تمام، علشان هو ما فيهوش روح، يعني هو يعتبر استوى بس هياخد اخر حاجه بس كده مع الرز، تمام. لو عندك جمبري كبير وهيحتاج سوى اكتر من كده،
حطيه اول ما الرز يتشرب، يعني يبقى الرز يبقى لسه فيه مرق. تمام، يلا اسيبكم بقى وارجع لكم تاني. ودلوقتي انا طفيت عليه اهو، وزي ما قلنا خليت الجمبري ياخد السهوة بتاعت الرز، يعني خليته يعني ما خليتوش على النار بعد الرز، يعني ما كملش دقيقة. تمام، وغطيته وسبته بقى ياخد السخونة بتاعت الرز كلها. وعايزة اقول لكم على حاجة، الجمبري سواء كبير او صغير لو اتحط على النار كتير بيجلد، تمام، واللحم بتاعه مش بيبقى حلو. فانا عملته كده اول حاجة عشان الجمبري اللي انا عاملاه ده صغير ولحمه مش مستحمل وبيستوي بسرعة جدا، هو اصلا لما تشوح استوى يعتبر. فبالتالي انا حطيته بعد ما الرز كان خلاص دخل في السوى وما كانش باقي له غير دقيقة بس على النار. تمام، فخليته بس ياخد السخونة بتاعت الرز. تمام كده، دلوقتي بقى هنغرف ونشوف طبقنا. وده كان طبق الرز بالجمبري بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لكم انا رز الصياديه بحب لونه فاتح، تمام، وزي ما قلنا الاكل اذواق، ما بحبش اغمق البصله زياده عن اللزوم وما بحبش الرز معايا يكون غامق، فانتوا برضو براحتكم. تمام، طبق كده بالجمبري زي ما انتم شايفين، الجمبري لونه ذهبي اهو، حلو جدا وتشوح و اكيد طعمه حلو وريحته، هي ريحته حلوه واكيد طعمه حلو، بس انا مش هقدر اكل منه بقى للاسف. وده كان غدانا النهارده، اتمنى يكون عجبكم واتمنى تجربوا الوصفه دي، ان شاء الله هتعجبكم. انا مش هاكل منه لاني تعبانه، مش علشان هو مش حلو، لا علشان انا تعبانه. تمام، جربوا بقى الطريقه دي، هو طريقته سهله جدا، تمام، ومش محتاجه وقت خالص، يعني ما كملش معايا 10 دقايق. وده كان غدانا النهارده زي ما قلنا، وده كان يوم النهارده، اتمنى يكون عجبكم واتمنى تكونوا قضيتوا وقت كويس معايا. ان شاء الله استنوني في يوم جديد وفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.